يا مساء الفل، هنفضل لحد امتى لخمين نفسنا في الهدة دي؟ امتى هنحاول ننجز علشان نرتاح؟ بجد وقفة المطبخ بقت بتمثل رعب لكل ستات البيوت، وخصوصا ايام المدارس. فيلا يا عسلية انتي وهي، هنشوف مع بعض النهاردة طريقة حلوة جدا للمبكبكة الليبي، هتخليك في اقل وقت في المطبخ تعملي احلى وجبة غدا. سمعونا الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم وسموا الله. وأول حاجة هبدأ بيها حلة على النار، هضيف فيها 4 معالق من الزيت، وبعد ما يسخنوا معايا هضيف عليهم بصلة متوسطة تكون متخرطة تخريط عادي، أنا مخرطاها على إيديا مش على كبة ولا حاجة. أول ما الزيت هيسخن هنزل بالبصلاية عليه على طول. لو عندك اللحمة اللي هتضيفيها في المبكبكة سمينة أو الفراخ سمينة بلاش تضيفي 4 معالق من الزيت، ضيفي بس كمية قليلة كفاية معلقة أو 2. هبدأ أشوح البصل لحد ما ياخد معايا لون ذهبي فاتح، اللي هو اللون الذهبي المستكي الحلو ده زيكم يا حلويات. هنزل بعد كده بالفراخ على البصل، هديهم تشويحة مع بعض. تقدري تنزلي باللحمة بعد كده عادي جدا، ما بتفرقش حاجة اللحمة عن الفراخ غير في وقت التسوية مش أكتر. تقدري كمان تحطي الفراخ من غير الجلد بتاعها، يعني لحمة وبس. كمان الفراخ اللي هتضيفيها لازم تكون متقطعة كتير، يعني الفرخة تكوني مقطعاها من 10 ل 12 قطعة، ما ينفعش تكوني حطاها 4 ارباع، هتستوي معاكي في وقت كبير وكمان مش هتبقى حلوة وقت التقديم. هدي الفراخ تشويحة في البصل اللي انا حمرتها. لو انتي من الناس اللي ما بتحبش البصل المحمر او مش عايزة تضيفي زيت نهائي، سخني الحلة وانزلي بالفرخة على طول اللي احنا مقطعينها، اديها تشويحة وانزلي بعد كده ببصلاية متخرطة عليها، واديهم هما الاتنين تشويحة مع بعض لحد ما البصل يدبل معاكي ومع الفراخ. تمام، يعني احنا جاهزين لكل الحلول والاقل الدهون كمان، بس الدهون اللي هتبقى معاكي دي هتساعد ان المكرونة بعد كده تبقى معاكي مفلفلة مش معجنة ولا ختمة ولا حاجة ابدا. هدي الفراخ تشويحة كويسة جدا لحد ما احس ان ريحتها كده الحلوة طلعت، وبعد كده هبدأ اضيف عليها البهارات اللي انا هضيفها اللي انا هقولها دلوقتي. هضيف عليها فلفل اسود، كركم، بابريكا، وبهارات، ايوه بهارات، بهارات اللحمه ضيفيها بتدي طعم روعه جدا يا بنات. الكركم والبابريكا كفايه، ما تحطيش بعد كده كاري علشان الثلاثه مع بعض بيمرروا شويه. هدي بقى تشويحه كده مع بعض لحد ما احس ان التوابل ريحتها طلعت، وبعد كده هكون مجهزه معايا نص لتر من عصير الطماطم او نص كيلو طماطم انا عصراه في الخلاط. كل نص كيلو مكرونه بياخد قده صلصه طماطم، انا مش هضيف صلصه اللي هي معجون الطماطم علشان خاطر الطماطم معايا كانت حمرا وزي الفل. فضفت نص كيلو من الطماطم عصرته وضفته على الفراخ، اديتهم تقليبه وهغطيه وهسيبه على نار عاليه ياخد غلوتين معايا، يعني لحد 3 4 دقايق. وبعد ما بتغلي معايا شويه بهدي النار لحد ما احس ان الصلصه دي تقلت شويه لكن ما تقلتش قوي. خلاص كده عملت اللي احنا قلنا عليه. هكون بقى معايا مجهزه ميه بتغلي، الاول كده هديها تقليبه، انا ما حطيتش الملح في الاول على فكره، هضيف الملح دلوقتي وهديها تقليبه. ليه ما حطيتش الملح في الاول؟ الملح تحسي ان هو بيخلي الفراخ تاخد معاكي وقت في السوى اكتر، ده غير ان اللحمه بتاعه الفرخه بتبقى زي المتفله المفتله، مش عارفه انتوا بتقولوها ازاي. تمام، طبعا لو انت حاطه لحمه هتسيبيها وقت اكتر من كده، انا سبتها على نار هاديه لمده ربع ساعه بس، بقت معايا بالتقل والقوام ده. ضفت عليها على طول ميه مغليه، يا دوب الفراخ بس تتغطى معايا. في الاول كده دايما ضيفي ميه قليله، بعد ما تضيفي المكرونه لو حسيتي ان هي محتاجه معاكي ميه زياده بتضيفي ميه، تقدري كمان تضيفي مكعب مرقه، بس انا الفراخ غنتني تماما عن مكعب المرقه ده. هسيب بقى الفراخ تغلي معايا في الحلة لمدة حوالي 10 دقايق كمان. الفراخ اللي معايا بيضة فما بتاخدش سوا كتير، ما تنسوش ان هي اتحطت في الصلصة ربع ساعة وهتاخد كده غلوة برضو لمدة 10 دقايق، ولسه هتكمل سواها مع المكرونة فما تبقاش مهرية قوي معاكي، يبقى سواها مظبوط. بعد ما المية اللي انا ضفتها غلت معايا ومع الفراخ لمدة 10 دقايق، ضفت نص كيلو من المكرونة المرمرية او مكرونة التحمير، وسبتهم على نار عالية لحد ما بيغلوا معايا غلوتين، وبعد كده بهدي عليها النار تماما لحد ما المكرونة بتستوي معايا، وفي الوقت ده بتكون المكرونة استوت والفراخ كمان استوت،
ما تحاوليش تخليها تستوي قوي او ان المكرونة تشرب الصوص كله معاكي، بالعكس لما بتبقي فيها شوية كده من الصوص بتبقى حلوة وخطيرة جدا. كمان اكلة النهاردة دي ما ينفعش تتاكل باردة تماما، لازم كده اول ما تعمليها تغرفيها وتاكلوها على طول. زي ما قلت اكلة النهاردة ما لخمناش نفسنا بيها وانجزنا الوقت، كمان كلها في صينية واحدة اتقدمت وفي حلة واحدة اتعملت، طبعا كل واحد بياخد اللي يكفيه في طبقه. شايفين شكلها حلو قد ايه؟ واللي اول مرة يشوفني على القناة دي حبايب قلبي، قناتي الكبيرة حصل فيها دروب كبير جدا، وللأسف مش هعرض عليها فيديوهاتي تاني، وهيكون كل فيديوهاتي من خلال قناتي الجديدة دي. فما تنسوش تعملوا فيها اشتراك وتفعلوا فيها زرار الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديوهاتي الجاية، وما تنسوش كمان تجربوا المبكبكة الليبي او المكرونة الجارية. ده كان فيديو النهاردة، ما تنسيش لايك وشير واشتراك. اشوفكم على خير وباي باي.